إذا في هذه المناسبة الأليمة ديال الزلزال اللي ضرب المنطقة ديال الحوز المنطقة ديال تارودانت، أول شيء تنقدم تعازينا الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك لكافة أفراد الشعب المغربي. هذه واحد مسألة كتبها الله معنا ما نديرو، ولكن غادي نحاولوا نخرجوا منها بالعبر ونحاولوا ان شاء الله ندوزوا نستغلوها باش ندوزوا لواحد المستقبل احسن احسن بالنسبه للساكنه المحليه وبالنسبه للقريه المغربيه بصفه عامه. كتعرفوا ان هذيك المناطق هي مناطق فيها دواوير منتشره عبر الجبال والتضاريس، وفيها دواوير مبنيه بالتراب، اغلبيه الاحيان كتكون مبنيه بالتراب. التراب كتعرفوا انه ماشي مقاوم للزلازل، فمن وقعت زلزال وسبعة على سلم ريشتر راه ماشي سهل، فتردموا ديك الشيء والناس مساكن مشاو الله يرحم الجميع. إذن احنا كمهندسين معماريين، وصراحة الصفة والانتماء الحزبي لهم في هذه المرحلة هذه اللي كيهمنا احنا هو الوطن، هو المغرب مجند خلف صاحب الجلالة من أجل يعني المساهمة في هذه اللحمة الوطنية. احنا كمهندسين معماريين قدو نعطيو واحد المسائل، مثلا نديرو دراسات على الدواوير كل دوار بوحده وشوفوا التراث المعماري ديالو الاصيل باش يعاود يتبنى على اسس جديده تاخذ بعين الاعتبار المعايير التقنيه المضاده للزلازل من اجل تقليص يعني احتمال انه يعاود نطيحوا في نفس المشكل. وكذلك غادي نستغلوا هذه اعاده الاعمار من اجل خلق قرى مغربيه جديده معاصره، هي في شكلها تقليدية ومحافظة على التراث المعماري، ولكن في يعني في اشتغالها وفي حياتها اليومية كتكون قرية معاصرة فيها جميع المرافق، اللي كيحتاجها المواطن بلا ما يمشي للمدينة، كل شيء يكون عنده تما محليا، لا من ناحية الطرق تكون موسعة شوية، لا من ناحية المرافق العمومية، لا من ناحية ارتباط بشبكة الانترنت ولا المدارس ولا المستوصفات، كل ما تحتاجه القرية من أجل أن يكون المواطن عنده حياة دياله كريمة وميسرة إن شاء الله. كذلك لا يجب أن نغفل عن الجانب الاقتصادي، كتعرفوا أن الناس ما عندهم نشاط تجاري يرتكز على السياحة وعلى المجال الفلاحي، غادي خصنا نطوروا من السياحة وخصنا نطوروا المجال الفلاحي، ربما خلق فنادق صغيرة تما في هذيك المناطق، وكذلك تشجيع الفلاحة والمستثمرين الفلاحيين الكبار يجيو يستثمروا في هذوك المناطق ويخدموا الساكنة محليا. عدة أفكار، ولكن في الجانب المعماري كنرجع نقول على أنه خصنا نحافظوا على التراث المعماري ديالنا مع إضفاء وإدخال التقنيات التي تقلل من خطر الهدم أو خطر الزلازل. الذي يقوم بهذا العمل هو المهندسين المعماريين. مثلا حنا في رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين كاين الرابطة الجهوية ديالنا ديال أكادير الذي تكلف إن شاء الله، وكذلك ديال مراكش، ولكن كما قلت لكم ليس الانتماء الحزبي هو المهم، ليس الانتماء، راه جميع المهندسين المعماريين التحدي اللي تلقيت عليه ما يقولش لا، وبداوا المبادرات، بداوا المهندسين المعماريين كيتطوعوا، ولكن مازال ما كناش نمشيو للمواقع لأن مازال عملية الإغاثة إن شاء الله غير غادي يكون الوقت ملائم، غادي نقوموا بالدراسات اللازمة اولا باش نشوفوا الارضية ديال كل منطقة كل دوار اللي صالح فيها للسكن، نخدموا ونشوفوا شنو هو العمق اللي يمكننا نبنيو عليه. تعرف ان البنايات اللي كانت مبنية بالتراب ما كيديروش الساس غرق، الساس تقريبا ما فيه 50 سنتيم متر، الوغ بعد المرة خصك تنزل حتى 2-3 متر باش توصل الارض الصحيحة. وكذلك البنايات اللي كانت تكون فيها كنسميوه بالفرنساوية لو شيناج، يعني كيكون بحال كتكون البناية مصمتة اما بطريقة تقليدية بحال الأعمدة الخشبية او لا بالاسمنت المسلح. شوف البناء بالطين او البناء بالمواد التقليديه راه ماشي خطير، ماشي خطر. وشوف غير دليل الاسوار ديالنا المغربيه اللي مازال واقف 12 قرن هو واقف. اذا المشكل ماشي في الماده، المشكل في طريقه استعمالها والتقنيه المستعمله. وشحال من عماره جديده كطيح هي مبنيه بالخرسانه. المهم هادو افكار، مجموعه الافكار خصهم يتحطوا، كلشي النقاش مفتوح وجميع الافكار مرحب بها، وما غادي تطرف حتى شي فكره، كلشي خصو يتخدم، كلشي خصو يتدرس باش نقدموا واحد المجموعه ديال كل واحد دفتر تحملات اللي يمكن نخدموا به محليا، وكل دوار خصو يكون عنده الكاشي ديالو، خصو يكون عنده الشخصيه ديالو المعماريه. كنعرفوا ان كل واحد تيغير على المنطقه ديالو، كيبغي مثلا الناس اكادير في واحد الدوار يكون عندهم واحد البني بواحد الشكل، وكذلك الناس مراكش في واحد المنطقه، دونك هادشي كله خصو يتخذ بعين الاعتبار. كاين واحد الجانب مهم، الناس دابا كيتسالوا من بعد هاد الفاجعه شنو غادي يوقع بالناس. دابا الحمد لله القوات المسلحه الملكيه وتحت اوامر صاحب الجلاله تجندات من النهار الاول، راه تقريبا تحدث عن 50 ألف منزل مهدم،
واكثر من 3000 قتيل تقريبا زعما الله يرحم الجميع. دابا هذوك المرحله الاولى هي الايواء، الايواء داخل الخيام المجهزه، وهي خيام متطوره من نوع الجيد وبطريقه منظمه. كتعرفوا الجيش الملكي على تبارك الله هاد المسائل تيقد بها. المرحله الاولى هي مرحله الايواء داخل الخيام، وكاينه مرحله ثانيه بدينا كنسمعوا على يجيبوا منازل متنقله، هي منازل كتكون مصنوعه، يعني في اما كتكون مصنوعه بالبلاستيك المقوى او لا كتكون منازل حديديه وكتكون مقاومه ل يعني المسائل ديال المناخيه. هذا الشيء كله في اطار وبالموازاه مع التحضير للعمل البناء، البناء يكون هذيك الساعات ان شاء الله بينما توجد الخطط. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.